الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم في بداية هذا اللقاء، وكالمعتاد تأكد من الصوت. Is the sound clear? Sound clear? Okay. طيب، ممتاز. Okay. We are now starting the last unit. رح نبدأ الآن في الوحدة الأخيرة. الوحدة الأخيرة which is unit 6. Unit 6. Okay, as you see on the board, this is the vocabulary list. أمامكم الآن قائمة الكلمات which you can find on page 35. قائمة بالكلمات واللي تجدونها في صفحة 35. Page 35. Okay, page 35. Now, first word كلمة checking. طبعا ناخذ معناها في السياق اللي وردت فيه. ناخذ معناها في السياق الذي وردت فيه. هي وردت في الكتاب في as a checking account. يأتي بعدها كلمة account. حساب، نتكلم عن البنوك. هناك نوعين من الحسابات البنكية، في يسمى حساب جاري وفي حساب ادخار. حساب ادخار هو الحساب الذي عادة الإنسان ما يلمسه ولا يسحب منه، وهو في النظام المصرفي أو البنكي اللي يأخذون عليه فوائد ربوية. لكن الحساب المعتاد اللي كلنا يمكن نستخدمه هو ما يسمى checking account، وهو الحساب حساب جاري. شمعنى حساب جاري؟ يعني متواصل تودع فيه وتسحب منه وهكذا، هذا يسمى checking account. Checking account. Okay. طيب، this is the first word. Second word, delivery. What's the meaning of delivery? Delivery تجدها في كثير من الأشياء، لكن especially when you are going to some restaurants or you want to have order from a restaurant. إذا تبغى تأخذ طلب من أحد المطاعم، فيقولوا لك we have delivery. We have delivery. Delivery معناها توصيل. توصيل. كثير من البقالات الآن they have delivery. Delivery. Okay. طيب. Next we have the word deposit. Deposit means إيداع. لاحظ أن كثير المصطلحات لها علاقة بالبنوك اليوم. إيداع، deposit. Okay, deposit. وممكن أيضا تستخدم كفعل بمعنى يودع. I will deposit this in your in my account. أو أودع هذا في حسابي. Deposit. إذا يودع أو إيداع. يودع أو إيداع. طيب. Next, internet user. شو معنى internet user؟ طبعا واضح، internet اللي هي internet، user مستخدم. internet user مستخدم internet. تقول لك مثلا in Saudi Arabia there are 6 million internet users. هناك 6 ملايين مستخدم للانترنت. إذا internet user معناها مستخدم internet. A person who uses the internet. الشخص الذي يستخدم الانترنت. طيب، اللي بعدها هو كلمة مهمة في قطاع البنوك والمصارف اللي هي interest rate. rate معناها معدل. معدل. معدل يعني المقدار اللي يزيد فيه الشيء. اوكي، او ينقص على حسب المعادلة. لكن هنا interest معناها معدل الفائدة. معدل الفائدة اللي هي يعني بين قوسين الربا، الربا اللي يؤخذ في البنوك، فيسمى interest rate، معدل فائدة اللي هو مقصود به معدل الربا، معدل الربا. طيب، اللي بعدها lower case. lower case. when you write a word، عندما تكتب حرف، يعني مثلا لما أقول لك هذا مثلا هذا ما هذا يسمى upper case، لكن هذا يسمى lower case.
upper case اللي هو capital letter الحرف الكبير، واللower case اللي هو small letter. إذا lower case هنا اللي هو حرف صغير، حرف صغير المقصود في اللغة الإنجليزية اللي هو ليس capital. نعرف في اللغة العربية ما عندنا الحروف، هي الحروف الألف والألف، إما يتصل في الكلمة أو يكون منفصل متصل أو منفصل، لكن عندنا في اللغة الإنجليزية we have lower case and upper case. upper case قلنا حرف كبير capital، lower case حرف صغير. طيب online users، إيش معنى online users؟ users مستخدم، أو هنا عفوا online customers. customers معناهم عملاء، عملاء المباشر. وش معنى مباشر؟ يعني اللي عن طريق الانترنت. online users، if you go if you want to do something in the bank، مثلا في حاجة عندك في البنك، you go online as an online customer، عملاء المباشر. اللي بعدها quantity. quantity عندنا كلمتين قريبات من بعض، عندنا quantity و quality. quality اللي هو النوعية أو الجودة، أما quantity بمعنى الكمية، related to numbers. مثلا أنا أبغى أطلب شيء معين، نقول أنا عندي مكتبة وأبيع فيها كتب، و I wanted pencils، طلبت أقلام رصاص، فيقول لي what is the quantity؟ أقول 2000. كم الكمية؟ أقول أبغى 2000 قلم رصاص. So quantity معناها الكمية، الكمية. Okay. طيب اللي بعدها underscore. underscore اللي هي العلامة اللي أمامكم هذه، علامة اللي هذه اللي خط، اللي موضوع الخط اللي على الخط الأفقي للسطر اللي تحت السطر، هذا يسمى underscore. مثلا بعض الناس اللي يكتب ايميله مثلا يكتب مثلا سعود بعدين underscore العمر، اي سعود العمر. فهل العلامة هذه اللي تشوفونها خط ليست على مستوى الكلمة وانما تحت شوي تحت السطر، هذا تسمى underscore. underscore. طيب اللي بعدها website address. شو معنى website address؟ معناها عنوان عنوان، وأقصد بعنوان يعني موقع. انترنت. ولك what is your website address؟ يعني ما هو موقعك الإلكتروني، موقعك عبر الإنترنت. okay. أما اللي بعدها email address فمعناها البريد، بريد إلكتروني. إذا اللي فوق عنوان إلكتروني أو عنوان إنترنت، أما اللي تحت إيميل أدرس فهو البريد الإلكتروني. وش الفرق بين الاثنين؟ عنوان الإنترنت عادة تكون www.whatever مثلا hotmail.com، أما الإيميل أدرس فهو يأخذ لازم يكون في علامة at اللي حرف الـ A اللي عليها دائرة. فهذا هو الفرق بين الثنتين، هذا هو الفرق. أوكي؟ So this is the first part. This is the words, the new words for Unit 6. هذه هي الكلمات الجديدة في Unit 6. في Unit 6. Okay. طيب الكلام هذا موجود في صفحة 35 on the top of the page. في أعلى الصفحة. في أعلى الصفحة. طيب. Next. على حسب ما تشاهدون الآن على اللوحة وعلى السبورة، conversation page 112. الآن عندنا أول المحادثات في صفحة 112 اللي هي 6.1. okay. تبعوا معي الآن في المحادثة، عندنا محادثة تقريبا محادثتين 2A 2B. okay.
تبوا معي في المحادثة صفحة 112 على يمين الصفحة 6.1. أوكي نقرأ الآن ونناقش في التعليمات. How can I help you؟ الآن واحد متصل على شركة وأول ما رد الشركة يقول How can I help you؟ كيف يمكن أن أساعدك؟ I'd like to order أن أطلب some silicon wafers، اللي هو رقائق سيليكون، مادة سيليكون. إذا أود أن أطلب رقائق سيليكون، silicon wafers please. The model number is C215، ورقم الموديل C215. طبعا يكون كل في موديلات مختلفة فأعطاهم رقم الموديل عشان يأخذ الشكل المطلوب. C215، how many do you need؟ كم الكمية، كم عدد الذي تريد؟ اللي هي زي الكلمة السابقة اللي هي quantity، الكمية. 800 if possible please، يعني 800 لو أمكن. Just a moment، لحظة. Yes that's okay، نعم ممكن. Great، رائع. Could you deliver الكلمة منها، الاسم منها delivery، اللي هي ضمن الكلمات اللي أخذناها قبل شوي. Delivery توصيل، deliver is the verb، هي الفعل. Could you deliver them؟ هل يمكن أن توصلهم؟ By September 25th، تذكرون أمس أخذنا الأرقام الترتيبية، هل ممكن توصلهم بحلول 25 من سبتمبر؟ By September 25th. The 25th. I'm sorry. أنا أعتذر. That would be a little difficult. يعني هذا بيكون صعب شوي. Little difficult. But we can deliver them by the 30th. لكن نقدر نوصلهم يوم 30. If that's okay. The 30th. Yes. Okay then. يعني 30 مناسب. Would you like me to email you the details؟ لاحظ الآن كلمة email. إيميل مر علينا قبل شوي بمعنى البريد الإلكتروني، لكن في السياق هذا تعني يرسل عن طريق البريد الإلكتروني. أوكي، فيكون معناها هل تريدني أن أرسل التفاصيل عن طريق الإيميل؟ Would you like me to email you the details؟ هل ترسل details بمعنى التفاصيل؟ Yes please. Okay. Could I have your email address please؟ قلناها قبل شوي. Email address. طيب ممكن تعطيني بريدك الإلكتروني لو سمحت؟ Yes. It's satoy@. شفتوا العلامة الـ A اللي عليها الدائرة؟ هذه هي at. هذه هي المحادثة الأولى. المحادثة الثانية 2B. How can I help Mr. Miller؟ كيف ممكن أن أساعد يا سيد ميلر؟ We'd like to order، أيضا هذا يبغى يطلب order. We'd like to order some silicon wafers، وأيضا يطلبون رقائق سيليكون. From your catalog، من الكتالوج اللي هو احنا نستخدمه باللغة العربية، نقول كتالوج وليست عربية لكن هي الإنجليزية catalog. Catalog اللي هو أي مجموعة أشياء مع بعض في كتاب أو في ملف تسمى catalog. Yes which ones، وأي الرقائق اللي تبغاها؟ The model number is B590. عادة في زي الموديلات هذه ما يقولون B590، لا يأخذونها مقسما يقولون B590. How many do you need؟ كم عدد اللي تبغى؟ How many do you need؟ 2000 please. 2000 معنى 2000. 2000. One moment. لحظة. Yes. That's fine. نعم. هذا مناسب. ما في مشكلة. Good. Could you deliver them? هل يمكن أن توصلها؟ Could you deliver them by October 10th, please؟ بحلول
العاشر من أكتوبر، أكتوبر 10th 10th، نحط لها TH، العاشر من أكتوبر. Yes, October 10th is fine. So that's 2000 B590 silicon wafers. فأعطاها الكمية، قال 2000 من رقائق السيليكون كتالوج رقم B590 by the 10th of next month. Would you like me to email you the details? مرة ثانية نفس الطريقة، استخدم كلمة email كفعل. هل تريد أن أرسل لك التفاصيل بالإيميل؟ Yes please. Do you have my email address? هل عندكم بريدي الإلكتروني؟ Yes we do. Thank you very much Mr. Miller. Thank you. Goodbye. Okay. هذه هي المحادثة الأولى، المحادثة الأولى. طيب كما تشاهدون على السبورة الآن، النقطة القادمة هي the book page 35، الكتاب صفحة 35. نأخذ فيها تمرين قصير جدا قصير جدا، هو التمرين اللي number one، مكتوب عندك في بالأحمر في المستطيل الأحمر إذا عندك الكتاب الملون، placing an order، وضع طلب، كيف تضع طلب. مكتوب جم number one، look at the photo, describe the situation, which jobs and departments. يقول لك أي الوظائف وأي الأقسام، أقسام في الشركة مثلا أو في مصنع. عندك في مستطيل وضع لك مجموعة من الديبارتمنتس الأقسام ومجموعة من jobs الوظائف. يقول لك which jobs and departments in a company، أي الوظائف والأقسام في الشركة are involved، يعني لها علاقة بـ involved with customer orders، اللي لها علاقة بطلبات الزبائن، طلبات العملاء. Okay, check six from the box below. عندك مستطيل الآن فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9، في عندنا تسعة أشياء نبي ناخذ ستة منهم. أوكي، فناخذ أول شيء departments الأقسام. عندنا 1 2 3 4 5، عندنا خمسة من الأقسام. طيب أنا بفتح لكم المجال للإجابة، أبغاكم تعطوني رقم الأقسام المرتبطة بطلبات الزبائن من أي شركة من الشركات. الآخر السطر الأول فقط الآن. عندنا الأقسام كالآتي: experts هذا واحد، sales هذا اثنين، human resources هذه ثلاثة، warehouse هذه أربعة، والshipping هذه خمسة. فيه أربعة منهم لهم علاقة بطلبات الزبائن. ما هي الأرقام؟ Who can tell me؟ أعطوني. أوكي، واحد هنا قال لي، قالت الإجابة اللي هو القسم الأول experts، قسم التصدير. Yes very good. نعم، إذن قسم التصدير أكيد له علاقة بطلبات الزبائن. أوكي، هنا أيضا إجابة ثانية اللي هي number two. Number two sales المبيعات. نعم sales لها علاقة. طيب في ناس كتبوا three اللي هو human resources اللي هي الموارد البشرية، ما لها علاقة الموارد البشرية، لها علاقة بالتدريب وما التدريب، برامج التطوير، ليس لها علاقة بطلبات الزبائن. إذا ما تمر عن طريق الموارد البشرية. إذا three it's not correct. طيب four اللي هو warehouse بمعنى المستودع. Yes correct. نعم المستودع أكيد لها علاقة. وأيضا هنا في إجابات تقول five اللي هو shipping. شو معنى shipping؟ shipping معناها الشحن. Okay correct. نعم إذا كل الأقسام ما عدا human resources، ما عدا الموارد البشرية. طيب هذه الأربعة لها علاقة بطلبات الزبائن، يعني تروح لقسم التصدير وقسم المبيعات والمستودع والشحن، كل طلب العملاء يمر عبر الثلاثة أقسام هذه. طيب من هم
الأشخاص اللي بيقصوا الوظائف اللي تتعامل مع طلبات الزبائن. عندنا أربعة تحت jobs، بنأخذ اثنين منهم فقط، اثنين منهم. في واحد يقول واحد واثنين، واحد يقول واحد وثلاثة. أبغى إجابة كاملة، يعني أعطوني اختيارين، أعطوني اختيارين. في واحد يقول واحد واثنين، واللي يقول واحد وثلاثة. Another answer، واحد وثلاثة. طيب إجابتين الآن، كلهم واحد ثلاثة إجابات، واحد وثلاثة. آخر إجابة عشان ننتهي، واحد. أوكي، very good. نعم صحيح، هي فعلا one and three. One اللي هو distribution manager، مدير التوزيع. مدير التوزيع، نعم له علاقة. إذا مدير التوزيع هذا واحد، وثري اللي هو sales manager، مدير المبيعات، هذا اثنين. أوكي نعم صحيح، إذا هو الشخص الأول والشخص الثالث. أما الثاني اللي هو مدير الموقع الإلكتروني أو المحرر الفني، هذا ليس لهم علاقة، ليس لهم علاقة. أوكي very good very good. طيب ننتقل الآن على حسب بقية الصفحة، محذوف بقية الصفحة هذه محذوف، يعني التمرين الثاني ما له داعي. التمرين الثالث فيها ترتيب، فيها ترتيب، يعني إذا تحبون نحله فهو موجود في نفس المحادثة، الإجابة في نفس المحادثة السابقة، فمش نوفر عليكم الوقت فما له داعي، نتركه مباشرة. أوكي طيب ننظر إلى السبورة مرة ثانية. Conversation pages 112-113 module 6.2. المحادثة اللي بعدها 6.2 صفحة 112، وإكمالها في الصفحة اللي بعدها 113. أوكي so follow up. عندنا ثلاثة محادثات short conversations. أوكي short conversations. أوكي طيب علشان أيضا نوفر الوقت، أبغاكم في نفس الوقت اللي نقرأ المحادثات هذه أبغاكم تشوفون التمرين page 36 عندكم الكتاب في صفحة 36 التمرين اللي فوق. أوكي لاحظ، بتلاحظون عندكم عندنا ثلاثة أعمدة أفقية على حسب أسماء الشخصيات اللي في المحادثات. اوكي لاحظ عندنا في الكتاب، خلونا في المحادثه في التمرين، تمرين صفحه 36 اشرح لكم طريقه التمرين حتى نحن نقرا المحادثه نجاوب التمرين وهكذا. التمرين يقول listen to the conversations، استمع للمحادثات. What does each person request؟ Can speaker B help immediately؟ اوكي فعندنا الان ثلاثه اعمده راسيه، ثلاثه اعمده افقيه. الأعمدة الرأسية name اسم الشخص، الشخص اللي هو الزبون، request الطلب، والثاني العمود الثالث can speaker B help immediately، هل المتحدث B اللي هو الشخص اللي عادة يكون في الشركة هل يستطيع أن يساعد في هذا الطلب immediately مباشرة، ولا بيقول ما نستطيع بعدين الأسبوع الجاي الشهر الجاي وخلافه. أوكي وعندنا ثلاثة شخصيات، جون يوشيدا وكيلي تشونغ وبيل وايتمان. اوكي فراح ناخذ المحادثه الاولى ثم نجاوب التمرين في الجزء الاول، ثم المحادثه الثانيه ونجاوب التمرين، والمحادثه الثالثه ونجاوب التمرين، وهكذا حتى نكون مرتبطين مباشره بالمحادثه والتمرين. ارجو ان تكون الصوره واضحه الان. طيب الان المحادثه، المحادثة الأولى 112 أوكي تبع معي الآن. Conversation 1 Good morning Marketing Department. صباح الخير Marketing Department، قسم التسويق، يعني معكم قسم التسويق. Hello My name is John Yoshida، هي أول شخصية في جدول التمرين. My name is John Yoshida، Could you send me your new catalog please؟ ممكن ترسلوا لي الكتالوج الجديد حقكم. I'm sorry, that's a little difficult right now. بيكون صعب شوي الآن.
They are still at the printers. ما زالت في المطابع. إذا الكتالوجات الجديدة هذه ما زالت في المطابع. We could send you one next week. One هنا مقصود بها كتالوج. يعني نقدر نرسل لك كتالوج next week الأسبوع القادم. If that's any good. لو كان هذا مناسب. Oh, that would be fine. يعني okay, مو مشكلة. أسبوع الجاي أسبوع الجاي. Thanks. Okay, هذه هي المحادثة الأولى. طيب نرجع الآن نرجع للتمرين اللي قلناه قبل شوي صفحة 36. لاحظوا في الجدول الشخصية الأولى جون يوشيدا request الطلب. هل هو الطلب الأول اللي هو send me a new catalog ولا الطلب الثاني call me tomorrow؟ هو الطلب الأول. okay excellent هو الطلب الأول. طيب can speaker be helped immediately yes or no؟ الإجابة yes no no. والإجابة no. قال لا ما نقدر. قال الأسبوع القادم. إذا هو الطلب الأول والثاني هي no. الطلب الأول و no لا يستطيع أن يساعد مباشرة. أوكي هذه هي المحادثة الأولى. very good تفاعلكم جيد الآن. المحادثة الثانية conversation 2. Hello, hello, sales. مرحبا معكم المبيعات. Mark, it's Kelly Chung. يعني يا Mark, it's Kelly Chung. Could you email the hotel confirmation details for Mr. Park's visit next week? هل ممكن ترسل إيميل the hotel confirmation details اللي هو التفاصيل تأكيد حجز الفندق. okay hotel فندق confirmation تأكيد الحجز details التفاصيل. يعني ممكن ترسل تفاصيل تأكيد حجز الفندق لمن for Mr. Park's visit لزيارة السيد بارك next week. certainly بالتأكيد. I'll do it right now. أبا أسويها الآن. thanks so much يعني شكرا جزيلا جدا. طيب نرجع للتمرين الآن. Kelly Chung request الطلب. which request is it? one or two? ثاني two one. في واحد إجابة one وباقين كلهم two. it's two. نعم it's two هي الإجابة الثانية. email me the confirmation إرسال التأكيد وليس price list. price list معناها قائمة الأسعار. طيب هل الفقرة الثانية is it yes or no? yes نعم. يقول I will do it right now. أسوي لك الآن مباشرة. okay very good. المحادثة الثالثة والأخيرة conversation 3. Sarah speaking. يعني سارة تتحدث معكم. Sarah it's Bill Whiteman. أنا Bill Whiteman. could you arrange a meeting for next Monday? ممكن ترتبين مقابلة الاثنين القادم. The Korean team الفريق الكوري is coming over and I need a room all morning. يجون وانا احتاج غرفة للصباح كله. I'm sorry that's a little difficult right now. صعبة الآن في الوقت هذا. The system's down. system's down يعني النظام معطل. down يعني معطل. And I don't know which rooms are free. وأنا ما أعرف أي الغرف فاضية. free. شو أنا free هنا لما تقول غرفة فاضية في فندق يعني غرفة غير مسكونة ما فيها سكان. هذا معنى free. But I can do it this afternoon if that helps. لكن أقدر أسويها بعد الظهر إذا كان هذا يساعدك. That would be fine. هذا جيد. Thank you Sarah. شكرا يا سارة. نرجع للتمرين في الكتاب. بيل وايتمان السيد بيل وايتمان. أول شيء request is it one or two؟ الطلب one or two. في ناس يقولون one ناس يقولون two. one or two الأكثرية يقولون two and the answer is two. نعم الإجابة هي two. two arrange a meeting. arrange a meeting. طيب is it yes or no؟
Yes or no? No, no. الإجابة فعلا no. فعلا no. Okay, very good. Very good. كذا الآن حلينا قرأنا المحادثة وحلينا التمرين في نفس الوقت وفرنا على نفسنا وقت. طيب الآن في نفس الصفحة في الكتاب page 36 بقية الصفحة محذوف. بقية الصفحة محذوف لأنها تتعلق بالتحدث مهارة التحدث وهذه لا يمكن أن تتم عن طريق البرنامج هذا. فإذا نحذف بقية الصفحة. اعذفوا بقية صفحة 36. طيب اللي بعدها الآن المحادثة الثالثة والأخيرة محادثات اليوم اللي هي 6.3. محادثة 6.3. أوكي 6.3. طب بعد في المحادثة ونأخذ معنا الكلمات ثم ننتقل للجزء اللي بعده على حسب ما هو أمامكم في اللوحة. طيب How many units did we sell last month؟ كم عدد الوحدات؟ طبعا أي وحدات، وحدة أشياء مبيعات، وحدات سكنية أو أي شيء آخر. Did we sell بعنا last month؟ لاحظ أنها past. كيف تعرف أنها past؟ عندنا last month الشهر الماضي. Let me check. Let me check. لاحظ الآن هنا مهم لأن العلاقة بقراءة الأرقام. Let me check. Three. لاحظ. هل هذه 314؟ لا. هذه 3.14. كيف نقولها بالإنجليزي؟ هل نقول 3 كاما؟ لا ما نقول كاما. في الأرقام باللغة الإنجليزية نستخدم point. Point نقطة يعني تعادل في اللغة العربية له الفاصلة. فيكون الرقم 3.14 مليون. إذا 3.14 مليون ليست 14 مليون لا ثلاثة يعني 3.14% من المليون. إذا 3.14% من المليون. Okay. How many internet users are there in that region؟ كم عدد مستخدمي الإنترنت؟ مرت علينا internet users في قائمة الكلمات. Are there in that region? Region منطقة. كم عدد مستخدمي الإنترنت في تلك المنطقة؟ 2.75 million. عددهم 2.75 مليون. يعني مليونين وثلاثة أرباع المليون. 2.75 million. What was the increase for March? كم كانت الزيادة في شهر مارس؟ كم كانت الزيادة؟ كم معدل الزيادة؟ لاحظوا من الآن الرقم هذا مهم تعرفون كيف طريقته. عندنا الرقم أقل من الواحد صحيح، النسبة هذه أقل من الواحد صحيح، فنقول 0.85 percent. percent معناها بالمئة. إذا فاصلة 0.85 بالمئة يعني أقل من 1%. مرة ثانية كيف أقول الرقم؟ نقول 0.85%. Did the sales go up last month؟ هل المبيعات ارتفعت؟ go up ارتفعت. هل المبيعات ارتفعت الشهر الماضي؟ Yes, but not much. نعم بس مو كثير. 0.76%. 0.76%. What was the average increase? ماذا كان average increase معدل الزيادة؟ متوسط الزيادة. For the whole region, المنطقة كلها. وش كان معدل الزيادة؟ It was 6.38%. كان معدل الزيادة 6.38%. يعني 38 لكن يقولونها كأرقام مجزأة. 6.38%.
We were really pleased with that. كنا سعداء pleased with that. Sales figures were good all round for the last quarter. يقول لك أرقام figures مقصود بهنا أرقام. أرقام المبيعات كانت جيدة. زين for the last في الربع الأخير. الربع الأخير يعني آخر ثلاثة أشهر. Hong Kong increased في هونغ كونغ الزيادة by 3.95% 3.95% That was very good. هذا كان جيدا جدا. Okay. فهذه هي المحادثة الثالثة والأخيرة. طيب الآن الكتاب book page 37. أباكم تنتبهون الآن the book page 37. Book page 37. Okay. Book page 37. صفحة 37 راح ناخذ أول تمرينين فقط وبقية الصفحة محذوف. صفحة 37 أول تمرينين فقط والبقية محذوف. Okay. طيب أول نقطة عندك أرقام. كيف نستطيع أن ننطق الأرقام هذه؟ أنا يعني بكتبها لكم مباشرة. اوكي بكتبها لكم على كبر بس الخط. اوكي لاحظوا الان الارقام اللي عندكم في صفحة 37 37 في أعلى الصفحة هي مكتوبة أمامكم الآن رقما وكتابة رقما وكتابة. فأول رقم اللي هو 4/10 كيف ننطق 4/10 مكتوب أمامكم على السبورة 0.4 زين الرقم اللي بعدها فاصلة 67 كيف ننطق الرقم نقول 0.67 اللي بعدها شوف الرقم طويل شوية 1.8901 فصعب انك تقرأ كرقم كامل لازم تقرأ مجزأ فنقول 1 بعدين point اللي هي الفاصلة 8901 طب اللي بعدها 12.34 هنا الآن أبغاك تركز شوي في الرقم العشري اللي هو اللي أقل من الواحد صحيح نقرأ الأرقام يعني مجزأة كل رقم كل خانة لحالها أما الآن على يسار الفاصلة هذا الرقم الصحيح فنقرأه زي ما هو فنقول 12 ما نقول 1 2 في الأجزاء العشرية لكن في الرقم الصحيح نقول 12 إذا 12.34 فالرقم الصحيح نقرأه كاملا نقول 12 أما الرقم العشري فنقرأه مجزأا فنقول 34 الرقم اللي بعده 150.92 كيف نقرأها نقول 150 هذا رقم كامل بعدين 0.92 اللي بعدها 210.6 مليون ليست 6 مليون لا يعني 210 ملايين فاصلة 6 في العشرة من المليون فنقول 210.6 مليون يعني 210.6 مليون اوكي هذا هو التمرين واللي معكم اللي مع ملخص الكتاب الملخصات اللي نزلتها موجود ايضا في الملخصات اللي في المنتدى طيب next في التمرين الثاني الآن خلونا في نفس
التمرين الثاني، التمرين اللي بنحله مع بعض الآن، أنا راح أعطيكم الرقم وأبغاكم تكتبون لي، راح أضع لكم الرقم وأبغاكم تكتبونه، أوكي؟ راح أقرأ لكم رقم وأبغى واحد يكتب لي كتابة، أوكي؟ وراح أقرأها مرة واحدة حتى تكون فيها يعني نوع من الصعوبة شوي والتحدي. طيب 3.14 هذا A، التمرين اللي مكتوب رقم 2. من يكتب هذا؟ خلنا أكتب لكم مجال الإجابة. من يجاوب؟ أعيد مرة ثانية، 3.14 ممتاز ممتاز، أوكي. إذن الإجابة نقول 3.14 ممتاز. طيب B 2.75 ممتاز، إذا 2.75. C 0.85 ممتاز 0.85. طيب D 0.76 اوكي very good 0.76. طيب اللي بعدها E 6.38 اوكي very good 6.38. finally F 3.95 ممتاز 3.95. طيب ممتاز ممتاز. آخر شيء، آخر جزئية من موضوعات اليوم، آخر جزئية اللي هي أمامكم على اللوحة grammar. grammar بعطيكم شرحها وراح نبدأ في بداية اللقاء القادم بتمرين عليها للمراجعة. الآن في شيء يسمى عندنا frequency words، كلمات التي تدل على التكرار، يعني كم يتكرر الشيء هذا عندك سواء يوميا أسبوعيا شهريا وغيرها، أوكي؟ فعندنا الكلمات هذه ودلالاتها. لاحظوا الكلمات تبدأ من نسبة 100% وتنتهي بنسبة 0%. الشيء اللي يحدث 100% يسمى always، يعني دائما. لما تقول مثلا I always wake up in the morning. I always wake up for Fajr prayer. يعني دائما استيقظ لصلاة الفجر. يعني لو حصل انك راحت عليك صلاة الفجر مرة او مرتين في السنة، لا ما ينطبق عليك هاللفظ. لان always معناها دائما. لما تقول I always wake up for Fajr prayer، أنا دائما أستيقظ لصلاة الفجر، معناها 360 يوم في السنة أنت تستيقظ لصلاة الفجر. ما يصلح أنك لو تفوتك مرة ولا مرتين ما ينطبق عليك وصف always. هذا الدرجة الأولى، الشيء اللي يحدث 100%. طيب ما بين 100% وال50% فيه عبارتين، عبارة usually غالبا، من أغلب الأحيان غالبا، أو often يعني كثيرا ما. كلاهما فوق 50% وأقل من 100%، لكن usually عادة تستخدم للدلالة على الشيء أكثر من دلالة كلمة often. والبريطانيين بالمناسبة ينطقونها often، الأمريكان يقولون often والبريطانيين often. طيب في النص sometimes أحيانا، يعني 50% ممكن تنزل ل40% أحيانا. طيب occasionally، ايش معنى occasionally؟ انا ما كنت معناها occasionally، معناها من وقت لآخر، اوكي معناها من وقت لآخر. اما اخر كلمة فهي never ابدا، اللي 0%.
I never smoke. ما أدخن أبد. معناه ولا مرة ولا حتى ثانية واحدة من التدخين. Okay. فهذه هي عبارات تسمى frequency words. Frequency words. اللقاء القادم بإذن الله راح يكون يوم الأحد في نفس التوقيت. راح نسوي لكم مراجعة على الجزئية القواعد ثم نكمل بقية الوحدة السادسة والأخيرة. Okay. وبعدها آخر لقاءين سيكون مخصصة لحل التمارين. التمارين اللي بنزلها أعطيتكم تمارين من وحدة واحد اثنين ثلاثة، راح أنزل لكم تمارين أربعة عفوا أربعة محذوفة خمسة وستة ثم نحلها مع بعض، وأيضا نجاوب على أي أسئلة أو استفسارات لديكم. نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله. في أمان الله.